ولحساب نفسي المجموعة تغلب المنتخب الكرواتي على نظيره السعودي بنتيجة 32-26. المواجهة سيطر عليها الكرواتيون منذ الدقائق الأولى، حيث لم ينجح المنتخب السعودي في إحداث المفاجأة وليستسلم أمام قوة الكروات. مباراة صعبة علينا برغم الإصابات والغيابات علينا، بس إن شاء الله يعني مع المباراة الجاية نفوز إن شاء الله ونرجع. شوف اليوم اللاعبين المنتخب السعودي اللي قاعدين يقدموه في المباراة يشكروا عليه حقيقة، إن اليوم إحنا المنتخب السعودي اليوم خاسر 4 من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات، هذا الشيء يعتبر إنجاز. اليوم ضم رابع أوروبا، اليوم إحنا نلعب المنتخب الكرواتي المدجج اليوم بالعناصر بالإمكانيات البدنية العالية. اليوم قمنا بكل التجهيزات اللازمة للفوز في هذه المباراة بالرغم أننا ارتكبنا أخطاء، والفوز اليوم أمام المنتخب السعودي لم يكن سهلا، هم فعلا شبان ذو مهارات عالية.